هلا والله شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم فيديو جديد، كيف تصبح مصمم محترف في برنامج كي ماستر. اليوم طريقة كلها سهلة عن الشروحات. ندخل على الزائد، هنا الابعاد، هنا الابعاد فيديو مال يوتيوب، هنا مال ستوري مال انستا مال واتساب، هنا مال ماسنجر او غيرها. المهم احنا اليوم شغلنا راح يكون على اليوتيوب. ندخل على هذا المربع، ندخل عليه، نظافة الوصال، نضيف لنا أي وصال على وش. هنا نعطي حسب الأغنية أو المقطع اللي نصمم عليه، مثل الجيت كم دقيقة كم ثانية. هنا نعطي موافق. هنا صار عندنا هسه مقطع جاهز. هنا أريد تريد شاشة سوداء بدون ما نجيب صورة، هو نفس هاي الصورة نخليها شاشة سوداء. شلون نخليها؟ ندخل على هذه، شوف دخلنا، ندخل على هذه نزار الصورة، نسحب اللي جوا، صارت هاي شاشة سوداء. شوف هنا نجي للكتابة، النص هنا، النص نعطي موافق، نعطي شوية خطوة ندوان. هنا عندي شيء تريد على ما تريد تريده، هنا نسمك مال الخط اللي تريده تحصل. هنا ندخل على هذه، وهذه وهاي نفس المفتاح، ندخل عليها. هنا على النص شلون نريده، مثل حركة النص نحركه هيج ونسحب، نسحب النص، هنا نسحب النص اي من هاي المنطقة، نسحب النص يعني شلون ما تدري يمشي يتحرك على اي جهة، تسحب النص. شنو اللي تريده انت تسحب عليه؟ اوكي صح، واو شوف الحركة مال النص حسب اللي المنطقة اللي اريد امشي اسحب عليها. هنا شلون تغير الرسوم متحركية للداخل، يعني شلون هاي انت من يريد يبدي المقطع، يريد يبدي للنص، يبدي سقوط او خفوض. نخليها سقوط ونخلي منها هذا، نخلي الوقت ما تعلم يصير أحلى. باوة هذا هيك، بعد هنا الرسوم المتحركة من الداخل، يعني هاي من ينتهي المقطع شلون تريده، خفوض كل تصعيد تباعد. هنا اليمين خلي تباعد، صارت تمام. هنا تقدر مثلا تقدر واضح او توهج مبين اكثر، او تقدر هنا لون الخلفية سوداء او حمراء او اي شيء. نخليها هنا سوداء، نشوف تصميم شاشة سوداء. هسه بعد هنا انتهينا من النص، طريقة سهلة. بالنسبة لتي تضيف صورة مصغرة، دخل هنا على الوسائط، هنا الصورة اللي تضيفها صورة مصغرة، هاي صورة مصغرة تخليها هنا أول ما تريد أي مكان تريد تخليها، تخليها مثل قليلة مثل تاعت ما خليها واضحة، تقللها منها تمام. نمسح هسا هاي الصورة مو شغلنا عليها، هسا هذا شي جاهز. لا تضيف له مثل نغمة، تدخل من هنا على هذا الصوت وتضيف له، تضيف لنا مو تصمم عليها. هسه بعد اكو طريقة ثانية وهي كلش سهلة، مثل انت عندك فيديو جاهز للتصميم. يا شباب الطريقة الثانية كلش سهلة وحلوة، بس قبل هذه الطريقة الثانية عليك تشترك بالقناة وتخلي لايك للفيديو. الطريقة الثانية مثل عندك فيديو ناشرة قبل بساعة او تريد تنزله من اليوتيوب، فيديو مثل جاهز للتصميم شاشة سوداء وتريد تخلي اضافة صورتك عليه او صورة شخص تريد انت. انا عندي هذا يوتيوب فيديو ناشرة قبل يومين، مصمم شاشة سوداء جاهز. هسه شلون نضيف له صورة مثل ما قلت لكم عليه، طريقة كلش سهلة وحلوة. طبعا تنزل التصميم وتخلطه من اي واحد مثلا مصممه وتخلي صورتك عليه او هيجي. هسه راح نشوف، هنا ندخل على الطبقة يمنا على الوسائط، هنا اللي نضيف
الصورة اللي يريدها. شوف هل هنا عليك المقطع الجديد تمت شكيت طولها يا طول المقطع من الكبر. المهم هذا هو شغلنا. إن خنت من بعد شنو تعطي من هذه عمود شنو تقطع الكتابات اللي وراها. شوف هسه لكن السيارة يعني هسه هذا الفيديو باعتباره انت اللي رسموه وانت خاطئ من اليوتيوب تخلي هذه صورتك يصير لك تيجي تخلي الصورة تيجي الكتابات هسه ما واضحة كلش عادي تدخل على الصورة وتقلل من الاعتمادات هذي يعني او تصير كتابات اوضح اكثر اوضح. بس يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى استفاديتوا منه ولا تنسوا الاشتراك واللايك للفيديو. اخوكم سيوفي.